إبراهيم، الآن لدينا فقرة في عدد اليوم من برنامج زير سبور، فقرة سؤال وجواب مع هشام العقبي، ضيف من نوع خاص. هشام، راح نطرح عليك بعض الأسئلة الخاصة وأريد إجابة مباشرة. أولا، سنتحدث عن التغيير الذي صنع الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الموسم مع اتحاد خنشلة. لاعب يدخل بعد 12 دقيقة يخرج، لكن ولا ردة فعل. الكل أشاد بك في مواقع التواصل الاجتماعي، قال بأنه أخلاق عالية من هشام العقبي. ماذا حدث بالضبط في تلك المباراة، مباراة مولودية الجزائر؟ وشفنا حتى يوسف بالليلي كي جيت خارج جاب باسك في راسك. والله شوف، يعني اللحظة هذيك، يعني نهار صرات هذيك اللقطة هذيك، يعني قبل المباراة يعني ما كانش اللي ما يلحبش. شوف، هي اللاعب الجزائري ما كانش اللي ما يحبش يلعب ضد فريق مولودية الجزائر، أولا يعني جماهيريا، ثاني إعلاميا، ثالث يعني كاع الجزائر تفرج المباراة. كنت تلعب مع متصدر البطولة. بارك الله فيك. وزيد كأس الجمهورية، يعني كنا قادرين يعني نحملوا المفاجأة، وما كانش لاعب اللي ما كانش حاب يلعب هذيك المباراة. كنا متفاهمين يد واحدة باش نديروا مباراة في القمة قبل المباراة هذه، لاعبين متفاهمين باش نتأهلوا وتكون مفاجأة الدورة. هذاك الشونجمون هذاك يعني كان يعني إيجابي، لكن ردة الفعل تاع المدرب، يعني دخلت وخرجت، ردة الفعل تاع اللاعب، يعني أنا الحمد لله يا ربي، وين يعني كانت عندي الحكمة في هذيك اللحظة. الحمد لله، يعني أنا تربيت على الاحترام والتقدير. مباراة متلفزة، راني نمثل ولاية فيها رجال، ولاية يعني كما نقولوا محترمة، شعب محترم، راح يعني راح نمد ايماج اللي راح تمثل تريكو لاني لابس، وهذاك تريكو ثقيل يعني. والاسم تاعك ثانيك، والاسم ديالي، وزيد العائلة، أنا وسمي العقبي، العائلة تاع العقبي لازم تعطي لها إيماج مليحة. والحمد لله، يعني حتى اللاعبين تاع مولود الجزائر كانت ردة الفعل تاعهم إيجابية، يعني جاتهم بيزار، حتى اللاعبين تحت خنشلة. كان عندك مشكل مع المدرب قبل المباراة؟ والله يشوف، يعني المدرب زلفاني أنا نعرفه في السعودية، يعني احترام متبادل. انا من شو مدرب العقبي، مدرب الكناوي، والمدرب زلفاني، يعني هذوما المدربين اللي تشرفوا على تدريب اتحاد خنشله، يعني كنت ساند ليهم، يعني كنت يعني نوجه معاهم، شغل نمد نصائح، يعني كما نقولوا نقدروا بحكم الخبره تاعك. بارك الله فيك، يعني عاونتهم في الاتحاد خنشله، وخاصه المدرب التونسي هو ضيف عندنا في الجزائر، لازم يعني نعطوا ايماج مليحه على الجزائر. هو كان شد الفريق شبيبه القبائل، وكانوا عنده شويه عراقل، لكن يعني تخلى الاتحاد خنشله لازم نمدوا صوره محترمه. هو يعني كما نقولوا كانت يشوف باللي كان شونجمون هذاك ايجابي سلبي، لكن رده الفعل تاع اللاعب يعني راح تمثل الاسم ديالك. اسم ديالك، كيف هي علاقة هشام العقبي مع المدرب ولا مشارف؟ والله يشوف، ابو علي مشارف يعني تربينا معه، هو اللي ربانا، وخاصة أنا وطواهري، كانت عندنا يعني محبة لهذا المدرب محترمة جدا. كاين اللي يقول لك باللي كانت عنده علاقة شغل مضطربة بين هشام العقبي وابو علي مشارف. أنا رحت من الحراش لخاطش كنت كونكيرو مع جابو، وجابو كان في اعز ايامه في اتحاد الحراش. انا كنت حاب نبدل باش نكسب يعني مباريات، وانا كنت صغير. رحت لناصر حسين داي، وين كانت بوابه تألق هشام العقبي، وانا احتراماتي جالب العباس، خدمت معاه، احتراماتي متبادله مع الشيخ شارف، وتحيتنا عليه. البعض يقول بانه هشام العقبي لما التحق بفريق وفاق سطيف ورحل جابو، قال للصيفيه بانه سينسيهم في عبد المؤمن جابو. والله يشوف، يعني عبد المؤمن جابو ما تقدرش تنسيهم فيه، لخاطرش ابن الوفاق، وعبد المؤمن جابو كنا متمنين عبد المؤمن جابو. انايا كلاعب انا نحترمه بزاف، وعاونني في اتحاد الحراش، يعني انا كنت كوبا دي شومبر تاع عبد المؤمن جابو في اتحاد الحراش، يعني احترام لهذا اللاعب، لانه خالوق متربي، انسان وليد فاميليا، يعاون الزواوله، يعاون الليجان صغار، يعني عبد المؤمن جابو خويا ما تقدرش تنسيه في الوفاق سطيف، لخاطرش مد الوفاق سطيف، يعني كانت عفويه، انا كنت صغير كنت ما نعرفش، يعني جيت من ناصر حسين داي الوفاق سطيف، يعني شرف لي اللي لعبت وفاق سطيف. هشام العقبي، كان عندك تصريح شهير يوما ما ضد مرزوقي،
الان بعد مرور سنوات ما ندمتش على هذاك التصريح؟ اسكو تلاقيت مع مرزوقي وجها لوجه وتحدثت معه؟ والله شوف خويا العزيز، لعبنا دو فوا كونتر مولودية الجزائر، وكان يعني كما نقولوا تبادل يعني مرزوقي اخلاق عاليه. لا لا بسم الله ما شاء الله. شوف اول حاجه يعني كما نقولك في الصيف فكرتني في الباسي، راك معايا خويا، باش يعني ما نقدرش نوضح ونقعد نوضح. لا ما توضحش، ندمت ولا ما ندمتش على ذاك التصريح؟ لا صاحبي شوف نقول لك واحد الحاجه، انا مرزوقي ما عنديش علاقه معاه باش نحكي عليه ولا نهضر عليه، هي الولايه اللي ذكرتها ان مرزوقي كان يمثلها، فهمتني خويا العزيز؟ فهمتك. يعني الحمد لله يا ربي، يعني كانت نيتي صافيه من هذا اللعاب، وربي يوفقه، انسان متربي، انسان محترم جدا، يعني كل احترام وتقدير لهذا اللعاب. هل تعرض هشام العقبي للحقره في المنتخب الوطني؟ نعم بكل صراحه. بارك الله. تعرضت للحقره خاطرش علاش؟ يعني كنت يعني لما كنت في فئات سنيه وخاصه المنتخب الاولمبي، كانت عندي فرصه باش نلعب في المنتخب الوطني في 2014. حالي لوزيتش قال لهم بعد كاس افريقيا المؤهله للاولمبياد نظن في المغرب في 2011 بانه هذا اللاعب سيكون رقم 10 المستقبلي للمنتخب الوطني. ماذا حدث بعد ذلك؟ شوف خويا، يعني كان اللي ما يعرفش هذه الامر هذا، اللي كان يعرف هذا الامر هذا يا حمزه بركاوي ربي يرحمه، الله يرحمه عليه، لانه كان حاضر عندك. كانوا 5 لاعبين اللي كانوا رايحين للمنتخب الوطني نهار لعبنا ليزيميناتوار باش نروحوا للمونديال في 2014. جا حليل وزيد شدنا في المغرب، كان معنا اي جودي اللي نحيوه تحياتنا لاي العزدين اي جودي، كان معنا روراوة، جاب لنا حليل وزيد، خدمنا معاه 3 حصص، وين كنا انا عابد اللي مثل المنتخب الوطني، بالكلام شلالي، أمير سعيود اللي كنا راح نمثلو المنتخب الوطني، يعني كان ينتدبنا المنتخب الوطني. 4 لاعبين راحوا للمنتخب الوطني، وانا يا وشلالي اللي ما مثلناش المنتخب الوطني. علاش ما راحش العقبي المنتخب والله الوطني؟ يعني صارت واحد الاشكاليه، ان شاء الله كي نحبس البالون ان شاء الله نحكيها ان شاء الله. الشخص الذي تسبب ربما في عدم التحاقك بالمنتخب الوطني، سامحوا ولا ما تسامحوش؟ اقسم بالله العلي العظيم خلاني نبكي في الغرفه لما عرفت انه كان سبب في اقصائي من هذاك الخمسه هذوك. تسامحوا ولا ما تسامحوش؟ والله شوف خويا العزيز، انا كي نكمل الفوتبال ان شاء الله يلحينا ربي ان شاء الله راهو حي نجبدها له في البلاطو. لماذا عاد العقبي للجزائر بعد تصريحه الشهير بانه لن يعود مجددا للعب في البطوله الوطنيه؟ هل الوالده؟ شوف انا الحمد لله يعني كنت مرتاح في الدول الخليجيه ومحبوب والحمد لله يا ربي، ولا وكنت يعني كان العطاء كان ممتاز في الدول الخليج. رجوعي للبطوله الجزائريه بسبب الوالده، لخاطرش انا ما عنديش لي يوقفني مع الوالده، عندي غير الاخت اللي قايمه بالوالده، يعني انا وليت على جال الوالده لخاطرش الرضا تاع الوالدين خط احمر، قالت لي باللي سي لو مومو باش تعاود تولي للجزائر، اما يعني توحشتك خلاص بزاف، 5 سنوات 6 سنوات وانت في الخليج، يعني جينا غير من العام للعام، سي لو مومو باش تعاود تدخل، وربي يكرمني باتحاد خنشلة والحمد لله اكسبيريونس مليحه. لماذا فشل عرض شبيبه القبائل في الميركاتو الشتوي الماضي؟ كان سبب وكيل، هو كان سبب، كان واحد الوكيل هو اللي كان سبب في ان كنت راح نسيني في شباب القبائل، لكن كان واحد الوكيل هو اللي كان سبب. كانت هناك اتصالات رسميه؟ نعم، لكن قدر الله ما شاء فعل، تحياتنا لشباب القبائل. لماذا يقال عن هشام العقبي بانه يحسن التصرف من الناحيه الماديه؟ يقال بانه مثلا العقبي ما عندوش يعني كارير كبيره تاع لاعب ليحقق اموال كبيره، لكن يحسن التصرف من الناحية المادية. الآن كي تشوفوا مثلا، أنا نشوف أنت صديق معايا في مواقع التواصل الاجتماعي، الحمد لله الوالدة معززة مكرمة. والله يشوف خويا العزيز، يعني أنا ملي كنت صغير تربية حسنة الحمد لله يا ربي، وأنا من العائلة محافظة، يعني أنا كلاعب واللاعبين الجزائريين وحتى المجتمع الجزائري والأنصار الجزائرية تعرفني باللي أنا خاطيني، يعني كما يقولوا الدخلات وخرجات ونقعد منها، يعني أنا إلا حبيت تحوس على هشام تلقاه في الحراش، يعني أنا خاطيني نبوجي منه ومنه، يعني حتى يعني أنا بديت نصيحة من لما كنت صغير نلعب في اتحاد الحراش، أعطاني نصيحة جديات العموري الله يذكره بالخير، نحيو بالمناسبة نحيو لجديد العموري، قال لي خويا هشام نعطيك نصيحة، قال لي درهمك ديرهم في الحجر، يعني في البنية،
قال لي هشام ما ترميش دراهمك منا ومنا. الحمد لله يا ربي، يعني انا حتى خالتي واللي يعني مزوجين دايرين بيا، لونتوراج تاعي مليح الحمد لله، يعني عرفت نتصرف في اموري الماليه، وهذوما الامور الماليه وظفتهم للعائله وللوالده، لخاطرش الحمد لله انا عشت وشفت وجوزت، دوكا هذوما كاع الاموال للعائله. مازالك صغير هشام، احسن لاعب لعبت معاه هشام في مشوارك الكروي؟ عبد المؤمن جابو. احسن مدرب عملت معاه؟ احسن مدرب واسمه يا ربي اللي كان شاهدني في صيف الدوري هذا، في لود؟ لا كافالي. كافالي حكم في مولودية وهران. كافالي كنت انا العدو الاول لهذا المدرب، وليت انا هو الحب الاول لهذا المدرب، لخاطرش علاش يعني كان ينصحني يقول لي باللي شغل هشام لازم تكون فورما، لازم تكون ما كانش يلعبني مع الاول، ومن بعد شغل عطاني ثقه، وين هو المدرب الوحيد اللي عطاني ثقه باش برزت مليح في مولودية وهران. شكون هو احسن رئيس تعاملت معاه في الجزائر؟ حمار. الله يطلق صراحة. في وفاق صيف. مولودية الجزائر فريق يمثل مكانة خاصة لهشام العقبي، لماذا؟ والله شوف، أنا مولودية الجزائر شوف تحب ولا تكره، أنا لما كنت في اتحاد الحراش تمنيت لعب في مولودية الجزائر، واحد ما يكذب ماشي زعما شغل مولودية الجزائر يعني كما نقولوا فريق خاص، يعني ما كاش لاعب ما يتمناش يلعب في مولودية الجزائر ولا يحمل ألوان مولودية الجزائر، احتراما للفرق الأخرى يعني الحمد لله، حتى الأنصار يعني احترام متبادل، يعني يحترموني قدروني والأنصار كل يحترموني، لكن مدير الجزائر يعني تمنيت نلعب في مدير الجزائر. هل انتهت قصة هشام العقبي مع المنتخب الوطني بصراحة؟ انتهت خلاص، يعني أنا دوكا حاليا راني مناصر للمنتخب الوطني، خاطرش جا جيل وفي لاعبين صغار ونعطوا فرصة للجيل هذا اللي راهو جاي، ومدرب جديد وفيدرالية جديدة، ونتمناو كل التوفيق لرئيس الفيدرالية سيد وليد صادي. وليد صادي إنسان محترم جدا وخدام، نعطوا يعني كيما نقولوا اللي دايرين به والمجتمع اللي شاهدين كرة القدم ماذا بيا يلتفوا حول هذا الرئيس وما ينتقدوش، خلوه يخدم وبعدها نعرفوا النتيجة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.